فهذه الجملة إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، والله لو أعملها الناس لتجنبوا كثيرا من المشاكل. كم من المشاكل في بيت الزوجين تبنى على أن الزوج يطلق لسانه ويقول كلاما لو تفكر فيه ما قاله. ومن حكم الإمام الشافعي التي تشبه هذا أنه قال فكر قبل أن تقدم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تتقدم. فكر قبل أن تقدم، لا تقدم على شيء إلا وقد فكرت فيه، وتدبر قبل أن تهجم، لا تهجم على الكلام أو الفعل حتى تتدبر العاقبة، وشاور قبل أن تتقدم. فاجمع إلى عقلك عقل غيرك بالمشاورة.